حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا احد يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. اولى مواضيعنا واحداثنا في هذه الفقره من البصره في حادثه غريبه تصدرت محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي. في الصوره اللي ظاهره امامكم تبدو نسميها بالدارج عركه صايره بين مجموعه، ولكن يعني على قولة المصريين خناقه، زين على قولة بالخليج يسموها هوشه، ما ادري هوشه ما ادري ايش يسموها. زين البعض يقول يعني دائما ما تصير مشاكل وهذا بالعمل بالشارع، طبيعي جدا ناس ضايجه ناس هذا تصير مشكله، بس الاسباب المشاكل بين مشكله ومشكله تختلف. يعني مثلا اكو سبب مرات تقول والله عم هذا سبب قوي، يعني ممكن تصير مشكله من وراء، يعني هذا موضوع قوي ممكن تصير عركه من وراء ولو احنا ما نشجع على هذا الموضوع. يعني زين حادث لو شيء لو هذا ما الله نقول زين، بس مرات من يكون السبب اغرب والسبب يعني ما اعرف شنو اسميه، اعتقد سبب هو يعني عذرا لللفظ هو سبب تافه على يعني هذا هو اللي نقدر نقول عليه. هاي الحركه اللي ظاهره امامكم بسبب التاير مال السياره من يبنشر، زين من تريد تفتح البراغي مال التاير اكو اله حديد تستخدم اسمها ويل سبان، البعض يسميها ويل سبان، البعض يسميها سبان، البعض يسميها راجز، المهم ويل سبانه تفتح بها التاير. هاي العركة صايرة على مود هذا الموضوع أو على مود هاي الشغلة، ويل سبان مفك براغي، يعني للمعرقين مفك البراغي اللي يستخدم للسيارات للتاير، هاي العركة صايرة على موده في البصرة. أنا راح أخليكم شوية تتأملون ويا الموضوع، تفكرون شنو يعني شنو السبب اللي يخلي الناس ممكن تتعارك على مود هذا الموضوع. مفك براغي يعني مقتل شخص بنزاع مسلح بعد خلاف على مفك براغي، زين بين قوسين سبانه في محافظة البصرة. يعني فوق العركة انه هي ادت الى مقتل شخص. هنا الموضوع اللي يقهر، هنا الموضوع اللي يخلينا نفكر بما هو القادم، ما هو المستقبل اللي يعيشه الناس. يعني خب هذا الموضوع لا دولة مسببته، لا حكومة، لا دائرة، لا وزارة، زين هذا موضوع بيني وبين الناس بالشعب، يعني الشعب بيناتهم، زين وأمور شخصية، يعني شخص بسبب مزاجية، بسبب انه هو ضايج، بسبب انه هو يحب المشاكل، بسبب انه هو هذا دماغه هيك متكون، زين عركة صار بيها قتل لإنسان بسبب مفك براغي، بسبب اسبانة او ويل اسبانة، زين تعاركه وكبر الموضوع صارت عركة وخسرنا حياة مواطن مسكين. هذا هو الحدث الابرز خلال هذه الايام اللي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي. وخلينا يعني نشوف او نحلل، يعني هسه هو الموضوع مبين من خلال الصوره الاولى مبين انه هو في اعتقد بالصناعيه، يعني مبين يعني مكان حي صناعي لصيانه السيارات، ومبين الموضوع انه هو الشارع والناس وهذا والعركه والمشكله تسببت بمقتل شخص. مقتل شخص بنزاع مسلح بعد خلاف على مفك براغي بين قوسين سبانه في محافظه البصره. ادعو كل الجهات المعنيه في محافظه البصره من قياده الشرطه، من استخبارات، من امن وطني، ان يتم القاء القبض على الفاعل، هاي نقطه اولى. ثانيا ايداع التوقيف. ثالثا محاكمته باسرع ما يمكن. واتمنى الموضوع ما ياخذ غير منحنى او ما يروح لمنحنى اخر. اليوم احنا يا اخوان الموت بالعراق صار متعدد، زين تموت بحادث، تموت بمرض، تموت بكورونا، تموت
بهذا، تعددت الأسباب والموت واحد. بس مرات اكو شغلات تستحيف، يعني هذا قضاء الله مكتوب انه هو راح يموت بهاي الساعة وبهذا اليوم وخلاص، هذا قضاء الله. بس الموضوع اللي يقهر انه سبب الوفاة عركة على مود ويل سبانة. يا اخوان والله حرام. زين يعني ما اعرف هسه هي ويل سبانة سعرها اعتقد 5-10-15 ألف دينار، يعني حتى لو ما اخذها مني، لو واحد جاني بوجه بوجه وباقها مني وراء والله ما سوي له شيء. هي شنو قيمتها انا على مودة عارك واني وشخصي وكياني وناسي واهلي وهذا ودخ على مود ويل سبانة. زين هذا الشخص اللي انقتل اذا كان هو انسان يعني متزوج فهو وراء اطفال وبيت واسره، اذا كان شخص عادي ما متزوج يعمل واكيد يعني فاتح بيت واهله امه ابوه اخوانه. زين احنا بكل سهوله يعني ببساطه فقدنا حياه هذا الانسان بسبب عركه على مود ويل سبانة. هذا اغرب، يمكن اغرب، انا قد شفت مواضيع بهذا البرنامج غريبه جدا، من الهند من 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 هاي الدول، من دول اوروبيه، من امريكا، شفت مواضيع غريبه جدا. زين بس مثل هيك موضوع ما فعلا العراق بلد العجائب والغرائب. زين فعلا عندنا عجائب الدنيا السبعه، عندنا وحده منهن، وغرائب الدنيا او الاكثر غرابه هم عندنا منهن دائما ما تكون في العراق. التعليقات يقول فاضل هاي لو 13 لو 22 لو 19 يصير عليها مكاتل. ليش خوي هذا شنو ماكو مثلا؟ شو انت تروح بالسنيك، تروح بالهذا تشتري وتجي. زين منتظر يقول سعدنا هم هيك يتهور على السباين بس والله ما تسوى. احنا من محمدنا يتهور دائما، يعني احنا من محمدنا يتهور. احمد يقول الله اكبر الناس ايش بيها يا رب، ارحمنا برحمتك. والله صدق يعني احنا نطلب رحمه رب العالمين انه يرحم ويلطف بينا، لان اللي جاي يصير بهذا الشعب بهذا البلد، يعني اتمنى انه هاي الناس الله يهديها ان شاء الله. يعني ما اعرف يعني قبل لا تخطي اي خطوه فكر بعاقبتها، فكر باهلك بعائلتك باطفالك. زين بيت ممكن ينهدم ويروح وتصير بيه عزة وتصير بيه مصيبة من وراء هيك مشكلة. وياما شفنا بيوت احترقت وناس شالت وصارت القضايا أكبر من وراء هيك تصرفات رعونية وفردية ما تمثل للإنسانية بصلة، مع الأسف. والله أكيد أكو قانون بكل البلدان، أكيد أكو قانون وأكو تروح تلجأ للقانون، بس يعني والله ما أدري ألجأ للقانون على مدوي الإسباني. فرحان يقول إبداع. فرحان شنو الإبداع؟ الإبداع بالفكرة الكرياتيف يعني مال المشكلة، يعني هاي يمكن أغرب يعني سبب لمشكلة. نوار يقول ألف مبروك إنجازات لم يسبق لها مثيل. عاجبكم هسه؟ نوار يضحك علينا، فرحان يقول لنا إبداع، مشكلة هاي. طبعا هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول في هذه الفقرة اللي هو موضوع العركة أو المشكلة اللي صارت بالبصرة وفقدنا على أثرها حياة إنسان. نتمنى مثل ما حكيت إنه الجهات المعنية في محافظة البصرة تلقي القبض على القاتل وإيداعه السجن وأيضا محاكمته بشكل سريع جدا. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، الجميع يعلم أنه لكل بلد أكو حريات وديمقراطية وأمور كثيرة، وأيضا كل البلدان أو يعني أغلب البلدان الأوروبية، بلدان أمريكا الجنوبية وغيرها والشمالية، هاي الإنسانية عندهم والحرية الشخصية عندهم مكفولة للجميع، أنه أنت حر بلبسك بزيك بتسريحتك بوجهك تنقلب شو اسمه غير جنس عادي عندهم هاي الدول، طبيعي جدا. حتى لأجلكم الله للحيوانات عندهم حقوق وحقوق الحيوان والحريات، وكل القوانين هاي تشرع وموجودة. يعني هم مشرعين قانون
حرية للشخص انه يرتدي الشيء اللي يريده، حرية للإنسان انه يتحول من جنس الى جنس. يعني ما اعرف هاي زين، وهسه هو قانون ماشي بأوروبا وعندهم حرية انه انت تقعد بالمكان اللي تريده وتاكل وتشرب، حرية عندهم طبيعي. بس هم من قد ما مو صحيح زين، وهاي الحرية زائفة ويدعون ان هم عندهم او يمتلكون هذه الحرية، يجون يضربون قوانينهم أرض الحائط بقوانين وسن وتشريع قوانين لا تمثل الحرية والديمقراطية بصلة. بسويسرا هذا البلد اللي أنا شو تعتبره يعني بلد عود شوية يختلف عن باقي بلدان أوروبا، زين ساعاتهم زينة ما شاء الله، ساعاتهم زين، فلوس العالم كله ببنوكهم زين، الطبيعة مالتهم الخلابة اللي مالها مثيل، بلد حلو أنا عبالي يعني، وهمينا يحترم الانسان يعني. اعتقد ما عندهم سجن يعني، جيش يمكن ما عندهم يعني، اذا واحد قرر يتعارك وياهم يروح يعني، مجموعه ناخذ لهم منها مجموعه عصابه تروح زين، تروح تاخذ سويسرا. سويسرا شو مسوي؟ شرع قانون، البرلمان السويسري يقر قانونا بحظر ارتداء النقاب وكل ما يغطي الوجه في الاماكن العامه وغرامه 1000 فرانك سويسري، ما يقارب يعني 1100 دولار أمريكي لمن ينتهك الحظر. زين يعني تقريبا 11 ورقة بالدارج، بالمصطلح الدارج مال الأموال، النقاب وأي شيء يغطي الوجه. زين إذا أي شيء يغطي الوجه يعني الكمامة يعني أنتوا حسب قانونكم هيجي. هسا عفوا النقاب على صفحة، بعدين نجي لموضوع الحرية وهذا يعني الكمامة يعني هاي انتو تحاسبون عليها، تغرمون الشخص اللي يرتدي الكمامة. يعني هسا انا ارتدي كمامة ونظارات شمسية زين، هسا بعد تغطى الوجه ارتدي كاسكيت او كاب، بعد خلاص هذا هو الموضوع. زين ايش قد تصير الغرامة على كل وحدة؟ 1000 دولار. بس انتو لا اللي راح يرتدي كمامة تغرمون، ولا اللي يلبس نظارة وياها، بس هو السبب هو معروف انه انتم ضد العادات والتقاليد والحريات اللي موجوده بعالمنا الاسلامي. هسه مثل ما قلت موضوع النقاب هذا ايضا موضوع الانسان او المراه هي حره انه تريد ترتدي نقاب. هسه ما ندخل بموضوع الدين وواجب او مواجب شرعي او ما ندخل بهذا الموضوع. مرأة يعني حرة تريد ترتدي النقاب، مثل ما أنتوا عندكم حرية للمرأة أنه تكون سافرة أو تكون غير محتشمة بمتبرجة واللبس الفاضح، خلينا نحكيها بالدارج، شورتات وهذا وملابس ما أعرف شنو وتمشون، طبيعي عندكم أنتوا ومنتجون للبلدان العربية عندكم هذا الموضوع أيضا طبيعي. بس هو إحنا هنا الصوت بينا يعني، أنتوا منتجون لبلداننا العربية ترتدون الأشياء اللي تحبوها، ما نقول لكم لا، بس من هناك مرأة تريد ترتدي نقاب لا أو حجاب لا، نفس ما حصل في فرنسا أو إسبانيا وهاي الدول إنه الحجاب ممنوع وأيضا قانون وبرلمان. زين يعني موضوع ممنهج واضح إنه هو ضد العادات والتقاليد الإسلامية فقط لا غير. فأنا أتمنى من الدول العربية لو بهم حظ انه ايضا يقرون قانون اللي تجي من اوروبا او الاجنبيه والله تلبس الزي العربي، ما ترتدي بكيفها، ما تكون متبرجه، ما هاي ما تكون سافره بكيفنا، هاي قانون. مثل ما انتم تسنون قانون وتردون الناس تحترم هذا القانون رغم انه هو يجي على حرياتهم وعلى ديمقراطيتهم اللي انتم تزعمون انه انتم تعطوها للانسان. زين فخلاص يعني انتم ترضون انه هذا هيك، ارضوا على نفسكم ايضا، ارضوا على نفسكم. شنو السبب؟ شنو الموضوع؟ انت مو تدعي انه انت عندك حريه لشعبك للسواح للناس اللي اللاجئين اللي عندك، خلاص انت ليش بعد كيفك؟ سوى الموضوع راعبكم، شكو شيء باسلام راعبكم، لأن تدرون هو هذا الطريق والنهج الصحيح، فهو لذلك هذا الموضوع راعبكم، ترجفون منه رجف، بيتش ترجفون رجف.
فرنسا قبلها اخذت لها وطر ويا الحجاب وسن قوانين وشرع والقى قبض واللي ترتدي حجاب، وحتى وصلت الى الشعب نفسه من يشوف مرأة ترتدي الحجاب يروح يضايقها. فهذه الدول يا ناس اللي تزعم وتدعي انه هي دول ديمقراطية وحرية، هذه ديمقراطية وحرية زائفة وازدواجية بالقرارات. يعني انت تقول انه لكل شخص حرية، زين انت ليش تجي تريد قيد حرية شخص؟ ليش على فئة وفئة؟ ليش على ناس وناس؟ شنو السبب؟ زين مع العلم انه هسه هم اللي عايشين هناك اغلبهم عندهم جنسيات وعندهم اقامة وناس اكون ولدت هناك، فيعتبر فرنسي او سويسري او اسباني. زين ومن اكبر الجاليات الموجودة في فرنسا، وهاي الدول هي الجاليات العربية الاسلامية. زين ابسط دليل ممكن نقوله اذا نجي على كرة القدم، منتخب فرنسا ثلاثة أرباع لاعبين مسلمين، ثلاثة أرباع لاعبين مسلمين ويعتنقون الديانة الإسلامية، بس دولة ما تقدرون تحجون إياهم، دولة بس تضايقوهم بالعنصرية يعني فقط. تتمنون يصير شيء على بنزيما، صار عليه شيء شوية استبعاد 4 سنين عن المنتخب، مع العلم هو واحد من 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 أعظم اللاعبين اللي جو بتاريخ فرنسا، بس لأنه مسلم، لأنه اسمه كريم، لأنه يصوم برمضان، لأنه يعبد رب العالمين ويعتنق الدين الإسلامي، فأنتوا لا عادي. نرجع لموضوعنا سويسرا، أتمنى يصير بالدول العربية التعامل بالمثل، مثل ما أنتوا تسوون هيك قانون إحنا والله منسوي قانون، تجون هنا تلبسون نقاب وحجاب وزي عربي، وأتمنى والله. بس هي الدول العربية ما أعرف يعني هي بعض الدول إذا تطبعوا ويا الصهاينة، أنا جاء أطلب منها توقف ويانا ضد هاي القوانين، إذا هم ويا الصهاينة الكيان الصهيوني الغاشم طبعوا زين وصار تمثيل رسمي وما شاء الله، وفد يوم نسوينا موضوع على هذا الحديث وعلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الكافر اللي المجرم اللي عاف بالأرض فساد بكل الدول، والعراق وفلسطين وسوريا وهواي دول عانت من هذا البلد المحتل الكيان الصهيوني. شوف احنا دول تطبعوا وياه وراحت وطيران مفتوح. خلينا نشوف موضوعنا وتفاصيله وايضا ردود افعال المواطنين. البرلمان السويسري يقر قانونا بحظر ارتداء النقاب وكل ما يغطي الوجه في الاماكن العامه وغرامه 1000 فرانك 1100 دولار امريكي لمن ينتهك الحظر. علي يقول ما يحبون الستر، ثانيا هذا دعم واضح لسلمان لا اخويا هو اسمه سلوان وليس سلمان، هو اسمه سلوان موميكا التافه، هذا اسمه الثلاثي سلوان موميكا التافه، سلوان موميكا القذر وعذرا للمفردة، هذا اسمه الثلاثي. سلمان منين جبته؟ سلمان منين جبته؟ علي نجرس خويا سلمان منين جبته؟ ثالثا هذا يعتبر تقييد للحرية اللي خبصون بها، أحييك على هذا الشطر الأخير من تعليقك، هو هذا الصح. محمد يقول اللي ما يلبس ملابس هذا قمة الأخلاق عندهم، اي والله مجتمعات متحضرة، ومخلي الأسمايلات تضحك، اي والله اللي ما يلبس ملابس عندهم هذا قمة تحضر، صحيح. جنة الربيعي تقول ليش تخافون من النقاب والحجاب؟ والله ما أعرف يا جنة الربيع، ما أعرف ليش يخافون بصراحة يعني. أمجد يقول أما القرآن الكريم في قانونكم يجيز حرق القرآن وانتهاك حرمة ودين الإسلام، إيه والله صدق يعني القرآن الكريم قوانينكم عادي يعني، التافه سلوان موميكا ومن على شاكل تعادي حرقون القرآن الكريم، فرنسا تسوي رسوم كاريكاتيرية على نبي الأمة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والدنمارك وغيرها من الدول عادي عندكم، بس هي احنا صوشنا. والمشكلة انتوا جاي تجون للدول يعني الإمارات قطر هاي الدول، يعني بالله قطر كان لهم موقف حلو بكأس العالم، لا خمور
ولا المثليين يجون زين والله عم حييكم زين، ومنتخب ألمانيا قام يقمز يشيل روحه ويدقها بالقاع، شلون ما نلبس شارة قيادة بها علم المثلية، شلون ما ورادوا أجلكم الله سوى بالحذاء أو الجوراب وهم ما قبلوا. حتى الطيارة أكو منتخب يجي الطيارة بها علم المثليين رجعوهم هم نفسهم ألمانيا، رجعوهم من ما أجوي وجوا طيارة أخرى زين، بدلوا الطيارة وأجوي زين. بالله قطر نقول كانت لها وقفة ويا هاي الدول، عليكم حلال وعلينا حرام؟ لا والله شو أنتوا همينه، لا مثليين دخلوا ولا علم المثلية يرفع ولا شرب الخمور وغيرها بالملاعب. الله عمي عاش يديكم قطر على هذا الموضوع زين. بس باقي الإمارات سعودية حاليا من يجوكم هاي الدول الأوروبية همس شرعوا القوانين هاي نفس قوانينهم، تعامل بالمثل، تعامل بالمثل، انتو محتاجين لهم، انتو شو عندكم فلوس خير من الله، فلوس ما تنعد ولا تنوصف ما شاء الله، يعني عين باردة عين رونالدو اجي، بنزيمة اجي، نيمار اجي، هذا ما ادري شو اسمه محرز اجي، ما شاء الله فلوس بقد التمن تصرفون. محتاجين لهم انتو، ابو ادم يقول المفروض على هذا القرار يقابل بالمثل عدم التعري في بلدان المسلمين، للبلدان التي تتخذ قرار عدم النقاب على أقل الاحتياج. والله هو هذا المناسب. هذا كان آخر تعليق في آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا أحد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في فقرة الترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تنتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو الأول هو رسالة كبيرة وسامية، فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن هو البلد الوحيد اللي مع العراق اللي كانت إلى وقفات واحتجاجات ولسان سليط بهذا الموضوع. خلينا نشوف شنو كان أو شنو اللي سواه الرئيس الإيراني أمام الأمم المتحدة. والله على رأسي، هذا رئيس جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة وأمام الرؤساء وممثلين العالم كلهم رفع القرآن الكريم. بالمناسبة في هذه الجلسة الكيان الصهيوني انسحب. بس والله عمي عاش تيده، يعني خطوة عجز أو جبن الكثير على أنه يسويها، أنه يقبل على هذه الخطوة، ولكن بكل شجاعة صد لهذا الموضوع الرئيس الإيراني ورفع القرآن الكريم أمام كل الحاضرين من كل الدول. وكانت كلمته في هذا الفيديو أنه الإسلام والقرآن هو الأسس للسلام والمحبة في العالم، وهذا الدين هو دين التسامح، دين المحبة، دين الإنسانية، الدين اللي ما يظلم به أحد. هذا الفيديو صدر مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر رواجاً في يوتيوب وفيسبوك وتيك توك وإنستغرام وكل المواقع التواصل الاجتماعي. رفع القرآن الكريم في خلينا مثل ما يقول في عقر دارهم، وهذه ضربة قوية وموجعة للسويد والدنمارك وغيرها من الدول اللي شجعت وأنطت الحق للكثير من التافهين أنه يحرقون القرآن الكريم، اللي يدورون طشة بين قوسين، يعني يدور طشة يدور لجوء. وأنا متأكد يعني هم ذولا بعد سنة سنتين ممكن تلقاهم بالأمم المتحدة يشتغلون، مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفريقيا في مدري منو، أنا متأكد ذولا راح يحطوهم هيك مناصب ويشتغلون. بس خطوة موفقة وعاشت إيده للرئيس الإيراني من رفع القرآن الكريم وذكر هذا الكلام. بالمناسبة
إيران والعراق تقريبا أكثر بلدين استنكروا ورفضوا وسووا وقفات احتجاجية ونددوا بكل ما يمتلكون في هذا الموضوع. يعني شاهدنا في الأربعينية، أربعينية الإمام الحسين وأخي أبو الفضل العباس، موكب بني عامر شلون جسد الصورة اللي ما أعتقد تتجسد في العالم. جيبوا لي هسه رسامين الدنيا كلهم المخترعين، ماكو كلهم ذولا، وقل له عمي ذولا اللي ينظمون حفلات ومنا، قل له نظم لي هيك شيء، والله ما يقدرون. بآلاف ما بين الحرمين، آلاف من الزوار من الخدام رفعوا القرآن الكريم بالطريقة وبصورة شاهدناها، خمس مصاحف بآيات هادفة ومعبرة. زين، إنا خلقناكم ذكرا وأنثى، هذه الآية أكيد هي اللي تناقض اللي ما موجود في الدول الغربية من المثلية وغيرها، وكثير من الآيات التسامح وصور القرآن الكريم. العراق كانت إلى وقفة وسحب السفير اللي موجود بالسويد والقائم بالأعمال وبالدنمارك، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من غير الاحتجاجات اليومية اللي صارت. وكذلك الحال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه الرسالة البليغة من عقر دارهم من الأمم المتحدة، تم رفع القرآن الكريم. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الموضوع. يقول قاسم: لبيك يا رسول الله. أبو القاسم محمد بن عبد الله. تعليق آخر يقول: عندما تفعل ما يعجز عنه الدول العربية والإسلامية وبالأخص السعودية. تعليق من علاء ماكس يقول: بس إيران والعراق دول إسلامية، أما البقية مجرد أذناب الصهاينة. تعليق من 99 يقول: كفو والله، شريف أفضل من العرب. هذا طبعا أكيد ما يقصد الجميع أو الشعوب، يقصد بعض الدول اللي لا كانت إلها استنكار ولا ردة فعل ولا شيء، اللي هم نفسهم طبعين ويا الصهاينة. طبعا هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو. الفيديو اللي بعده، قبل شوي قلت لكم أنا إنه أغرب الأشياء موجودة بالعراق. أكو سرقة بخفة يد، أكو سرقة بعركة وسلاح وتحت تهديد السلاح، أكو سرقة تصير يعني بنزاكة، ماكو، أكو سرقة بتنويم مغناطيسي. زين، بس أكو سرقة هاي مو خفيفة على هاي ثقيلة على المعدة، بحيث تبتلع الحاجة التي تريد سرقها. هذه المرأة في السليمانية، في محافظة السليمانية، رصدت بكاميرات المراقبة أنه هي تسرق الخواتم الذهب من المحال التجارية عن طريق البلع. ما اخذت لك حباية مال وجع راس، مال معدة، طحتي لهم بلع، حتى الحبوب وياها مي وهذا وقوة طب بالمعدة والمري، هنا توقف بالزردوم. زين، انت هذا ما ادري كم محبس بلعتين بلع، هاي شنو هاي؟ هاي شلون هاي؟ هاي الا شايله بلاعيمك، يعني كان شلب بالبلاعيم. هاي اغرب طريقه ممكن عمي، انت غير، انت كارثه. انت قبل ترحين تصيرين بامريكا ماكو بالبيت الابيض، لان يعني هم حراميه ماكو هيك. شنو هاي؟ ولاحظ الطريقه السريعه شلون تلهم لهم، تبلع بلع، ماكو شيء. هاك تفضل سأسين عادل. هاك شوف باوع اثنين ما شاء الله. هذا الفيديو من البداية، ركزوا لي على ايد هم المحبس. هاي طبعا اخذتها خلتها بيدها الثانية هم المحبس. طب هي يمكن خلتها بخبزة، ما اعرف، يمكن خلتها بخبزة وبلعتها، ما ادري شنو الموضوع. زين بعدين شنو راح تسوين عملية وتطلعينه؟ ماكو شيء والله العظيم. هاك تفضل تفضل باوع، بلعت ما شاء الله سريعة، انه بسريعة، اداءها سريع يعني.
عندها سرعه بالاداء ما شاء الله، يعني عندها سرعه بالاداء باللهم، تبلع محابس تبلع خواتم، ما ادري يعني ذهب هذا فالصو ما ادري شنو هذا شنو يعني زين ما اعرف، بس هي ما ادري يعني هي يمكن جاي تخلي واحد بمكانهن حتى تسد ال... جايب البرازيلي هذا ممكن ابو 4000 دينار يعني اكيد، لو هي خلاص هاي امكانيتها تبلع تبلع شو اسمه محابس خواتم. هو انا حبايه مال وجع راس ما اقدر ابلعها، انه بتتبلعين محابس وخواتم. شوفوا يا نبوها سهل كاميرات ما شاء الله جابتها، هسه ايش راح تستفادين من عرفوش؟ وراح يلقون القبض طبعا، بالمناسبه تم القاء القبض عليها سارقه او بالعه 5 خواتم، القوا القبض عليها سارقه وبالعه 5 خواتم، 5 مو 1، وادري شنو من معده جوراب اجلكم الله جالي ما صار 7 تشربين وراهن، شنو سودة تشربين وراهن شنو غير افتهم. طريقه جديده للسرقه بصراحه يعني ما شاء الله عليك، متمكنه متمكنه يعني ماكو شيء. هذا فيديو ايضا غريب عجيب من بلد الغراب والعجاب، خلينا نشوف التعليقات ما شاء الله. خاله طيب الذهب لو لا يقولها صدق، خاله طيب الذهب لو لا هم فهمينه طيب ما ادري. اف تقول ابليس يدخل يمج دوره، ابليس يدخل يمج دوره فعلا، طبعا يدخل يمها دوره، اذا ما يدخل يمها دوره يمن يدخل ابليس. علي فرحان يقول ويسوي وتسوي عمليه بمليون صدق يعني انت اذا والله مشكله، هاي مشكله. أسامة يقول هاي الدكتور موصفها إلها كل يوم محبس تحت اللسان، قلب عندها ضغط عندها تاخذ حباية جوا اللسان زين، محبس وشون يدخل جوا اللسان شون تحكي ما شاء الله علي. ما شاء الله متمكنة يعني. حسن صادق يقول عن قريب نشوفك بالبرلمان، تستاهلين منصب جيد. كريم وبالكرم معروف حسن صادق انت. تعليق من محمد الملكي يقول يابي كل شيء بالعراق وبالعوه، بقى على الخاتم ما يبلعوه، صدق هو بلعه والفلوس والنفط والخيرات كلها، بقت على المحبس ما يبلعوه. يلا عمي يلا هذا اخر تعليق خصوص هذا الفيديو، فيديو البلع. نوب ما يقبل يروح ما ادري ليش، ما ادري شنو، تبلع خواتم ما شاء الله. الفيديو اللي بعده ايضا يدخل في خانه الغرائب، انا بعد منه هيك اسوي البرنامج غرائب وعجائب ما اسميه الوسم، بعد منه الحلقه الجايه اهلا وسهلا بكم برنامج الغرائب والعجائب، الوسم بعد ماكو زين، ترندات بعد الغرائب والعجائب. طريقه جديده لتهريب العمال الاجانب، شلون خلينا نشوف. طبعا انا ما جبت الفيديو على مود انه هذا، لا انا جبته بس على العراقي اللي يقول له ارفع راسك، ادري هو يفتهمك ارفع راسك تقول له ارفع، هو شو يفتهم منك؟ يعني قول شفته يعني ايش راح تسوي له؟ بعدين هو شو فهمه تقول له ارفع راسك؟ يعني هو شنو راح يرفع لك راسه مثلا؟ هو شو فهمه؟ ارفع راسك ارفع راسك انت بنجلاديش، ارفع راسك انت باكستاني، شنو؟ شلبت له ارفع راسك ارفع، هو شو فهمه ارفع راسك شنو؟ شو فهمه؟ زين هسه صدق يعني هسه شو استفاديت اذا ارفع راسه؟ هو هارب وجاي وتلقيت القبض عليه، شو استفاديت اذا ارفع راسه؟ شنو الفائده بهذا الموضوع؟ شنو؟ يعني فوق الضيم كابسيهم بالاسمنت بالاكياس مال الاسمنت زين كل جونيه ما ادري كل كيس مال الاسمنت وزنه 50 ما ادري 40 كيلو، وهاي الطريقه اللي دافنيهم جوا الاسمنت ومهربيهم، وهذا يجي يرفع راسه هو غير مكسور ظهره من الاسمنت، يرفع راسه شو يسوي لك؟ هذه واحده من الغرائب، طبعا ذولا القوا القبض عليهم بوحده من سيطرات بغداد، يرومون كانوا يرومون الدخول الى بغداد، وتم القاء القبض عليهم
في هذا المكان البائس. يعني أنا أدري أكو تهريب بالخزانات مثلاً، بالتنكر فارغ ويطبون، بالحاويات أوكي، بالقارب، بالجسمة، بس مو تهريب بالإسمنت. هاي بس بالأفلام أشوفها. عمي والله ما أدري، ما غرائب وعجائب العراق، العراق بلد الغرائب والعجائب. ارفع راسك، اهم شيء ترفع راسك، اذا ما ترفع راسك لا تبقى جو الاسمنت. واقف له هيك، واقف له هيك فاتح فيديو، ارفع راسك، ارفع راسك لك، ارفع شوف باركود هو راح تدخله سوي له سكان. زين هو يفتهمك، انت من تقول له ارفع راسك يفتهمك. زين هو الاسمنت عارس وجهه، يريد ارفع راسك، اذا ما ترفع راسك ما تقوم، ارفع راسك، انت ارفع راسك، ارفع راسك، ارفع راسك، انت باكستاني، ارفع راسك. منو ما رفع راسه؟ شلبت لهم يا اخوي، ما هم كاتلهم الظلم، رحمه الوالده. خلينا نشوف التعليقات عمي، خلينا نشوف التعليقات. ارفع راسك، خلينا نشوف هذا رافع راسه لو لا. ام 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 افهام، ام افهم، شنو هذا الاسم؟ ما افهم. قبل لا تكتبين تعليق ارفع راسك. انا لله وانا اليه راجعون. هم العراقيين شبعانين انه بنتو جايين عليه، روحوا لدبي وهناك اشتغلوا، هو مو جايين على صدق. يعني صدق هم العراقيين يعني مثلا شبعانين وانتو جايين تشتغلوا؟ والله مشكله. سوسن تقول هم العراقيين يردون ينهزمون من العراق، بس هذول خطيه جايين لان الظاهر وضعهم اسوأ من وضعنا. اي والله هم العراقيين يردون يشردون، هم العراقيين رايحين بغير دول، انهم تجاين هنا بالعكس هي صايره. ارفع راسك. والله اسم محمد الزبيدي، والله هم زين من قرأت هذا الاسم محمد الزبيدي، هم زين قرأته والله من اسم. يقولوا هذا خطر جدا يتطلب متابعه دقيقه، من المحتمل دواعش أو يتم استعمالهم في كثير من الأمور عن طريق أي دولة مجاورة لهم. أما STDH871 هذا باركود، هذا سيريال نمبر. يقول شنو ذنبهم الناس يبحثون عن لقمة العيش. تعليق آخر من واثق، واثق يقول بقى بس ميتاب ما جايبي وياه. صدق بقى بس ميتاب، بقى يجيبون ميتاب وتكمل السبحة. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي أيضا انتشر بصورة كبيرة جدا. الفيديو اللي بعده من السودان. بالسودان عندهم طقوس غريبة عجيبة. يعني أنا لو صاحبي يتزوج وخليه يسوي بيه هيك، لا اكلت له هو والشسمه والمعازيم. هاي وحده من الطقوس بالسودان، يعني عند قبائل معينه العريس اللي يتزوج يجون اصدقائه يوقفون بالسرى يجلدهم. هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ خلينا نشوف الفيديو. لعنة الله علي جيب عرسك، انت صاحبي وتتزوج واجي اوقف قدامك هيك عاد تجلدني؟ كاد لصوت طب 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 طب، شنو هاي؟ صعد عربانه مال غاز مال نفط، طب طب طب، شنو؟ زين هذا شلون والله اندفع دفعه؟ هذا لابس لي نظارات جوا بالاستقبال، على الاستقبال هذا مبين جوا بالبيت، زين لابس لي نظارات. شوف راح ينعاد الفيديو اشوفكم اياه، شلون يحس روحه محمد رمضان، يحس روحه جوني ديب، شلون؟ هاك شوف شلون لابس نظارات، والله غثني هذا، انه برافع ايده منتظر 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 الصوت يجي ضربه. رافع ايده هاك شوفه باع بي انضرب، راح يجي صاحبه من دفعه انه بهذا وخره وخره، هاك يريد يضرب غيره. وهذا العريس شلون فرحان وفرحان قوي، ما شاء الله ما شاء الله. شوف شلون واقف واقف ومنتظر الجلده. لك صدق كذب؟ شنو من 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 شنو من شنو من طقوس هاي؟ ها شلون رافع ايده؟ والله ما ادري مقول، والله ما ادري والله، بس والله انجل حل لابس نظارات بالبيت، وين الشمس؟ وين هي الشمس؟ وين وانت لابس لي نظارة ورافع ايده هيك؟
هتلر شنو لهم كيفين طب طب مكيفين يسلط بالصوت يضرب بيهم صديق كذيب ما اخذيهن من افريقيا اللي بصفكم ماكو شيء عمي السودان قول يا الله شنو السالفه طخوس يا شاي شان جاي بعرس صاحبي بامان الله اوقف سرعه على مود انضرب صوت حشناي خلينا نشوف التعليقات عمي خلينا نشوف التعليقات شوف التعليقات الضيم العريس فرحان لأن يدق على جماعته هاي فرصته مو لأن متزوج يصدق هاي فرصته طلع فلوس عشاهم يقول صدق طلع فلوس عشاهم هو يتزوج وهم يأكلون ضرب أي والله هو يتزوج وهم يأكلون ضرب حيل حتى لو عندنا ما أقدر أسويها حرامات ما عندي أصحاب أعزاء شات يعني تتزوج عم تضرب جماعتك عمي كارثة هاي قول يا الله آخر تعليق من أياد يقول جير فرق على هالعادات والتقاليد هو هذا التعليق هو هذا الأختم بي هو هذا أحلى تعليق جاءه من الأخير مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة نقولكم في مال الله.